بالنسبة للمشكل ديال ألم الظهر، ربما بحال اللي تتعرفوا هو من ضمن المسائل اللي تيوصفوها بمرض العصر، لأنه يعني يكاد لا أحد يخلو من هذا المشكل. وبطبيعة الحال الأسباب دياله كثيرة، من ضمنها الأمور اللي بحال اللي قلنا عندها علاقة بالحياة اليومية، في الاتجاه أنه الإنسان كاين واحد النقص في الحركية والحركية السليمة، فبالتالي الغالبية ديال نقولوا احنا النظام ديال الإنسان اللي تشتغل هو واحد النمط اللي ما فيهش واحد الرياضة منتظمة، فيه جلوس كتير، فيه استعمال ديال السيارة، هادو كلهم مسائل تؤديو أنه تيوقع واحد النوع ديال انعدام التوازن فعلى مستوى العضلات ديال الظهر مع العضلات البطن، واللي تنتج عليها واحد النوع ديال الآلام، لأنه التوازن على مستوى العمود الفقري تتفقد، فبالتالي تصدر عليه أمور كثيرة ديال الآلام. أضيف لذلك بطبيعة الحال النظام الغذائي اللي ربما غير متوازن، فبالتالي السمنة احنا عارفين انها حتى هي متواجده بكثره، وهذا من ضمن العوامل اللي هي مهمه، دونك يجب تجنب الافراط في الوزن اذا بغينا نحافظوا على الظهر. ثالثا الجانب اللي تيخص بحال نقولوا الطريقه ديال التعامل مع الظهر، كاين واحد الجانب اللي هو تيخص تتسمى بالفرنسيه ليرغونومي في لو ترافاي، يعني الطريقه الجلوس بالنسبه للناس اللي تيشتغلوا بالعمود الفقري، يعني لي ميتي فيزيك، يعني الوظائف اللي تستعمل الجسم، كاين واحد الطريقه باش الانسان يحافظ على العمود الفقري ديالو. ما يمكنناش نهزو تقل باي طريقه، ما يمكنناش الناس اللي تيقوموا بالرياضه خصوصا مثلا الانسان تيكون في واحد افراط الوزن وتينوض مباشره يدير الرياضه، في الغالب تقدر يؤدي المشكل. علاش؟ لانه كاين افراط في الوزن وكاين ضعف في العضلات، فبالتالي حين تبدا ذاك الرياضه المفرطه مباشره الوزن والثقل كله تنزل على المفاصل، فبالتالي هذا تيكون من الاسباب الكثيره ديال الاصابات على مستوى الظهر، وبطبيعه الحال يجب التجنب. الانسان اذا كان مده ما دارش الرياضه خصو يبدا بصفه تدريجيه، ومن ضمن يعني الرياضات اللي تنصح بها بطبيعه الحال هي السباحه، لانه اذا كان في واحد الوسط ديال الماء تيكون محمي على مستوى على الاقل المفاصل، انه ما يتصابش بشي اصابه اللي تكون سيئه. بالنسبة للألم ديال الظهر، هل يحيلنا إلى وجود أمراض خطيرة مستقبلا أو؟ بالنسبة للألم ديال الظهر، لحسن الحظ والحمد لله أنه الغالبية ديالها تتكون في إطار المشكل ديال الغضروف والمشكل ديال المفاصل، اللي هو يعني عادي، اللي تتسمى بالفرنسية لا لومبالجي بانال و لا لومبالجي ايديوباتيك، اللي تتكون فقط عبارة على مشكل ديال المفاصل. الحالات اللي تتقدر تكون يعني خطيره هما تيكون عندنا شي اشارات يعني اضافيه، لا قدر الله مشكل ديال الحركيه او ديال الشلل، مشكل ديال ارتفاع الحراره المفرط مع بحال نقولوا الالم اللي ما تستجبش الادويه، وحين تنكونوا في واحد السن اللي هو سواء متقدم كثير او انسان باقي صغير بدون سبب، ما تيكونش واحد يعني مجهود بدني اللي ادى. هادو امور اللي عاده الطبيب اللي تيشرف على الحاله تيطلب فيهم يعني تشخيص تكميلي بالرنين المغناطيسي او سكانر، باش ذاك الساعه تنتاكدوا. يعني طبيا الحمد لله يعني نقدر نقولوا ان 80 حتى 90% اذا ما كانوش هاد الاعراض اللي شرنا لهم تيكونوا داخلين في الاطار الم الظهر المزمن اللي عنده علاقه فقط بالمفاصل، واللي تتعالج طبيا في الغالبيه ديالو تتعالج طبيا بصفه يعني بسيطه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.